الوطن. يمكن انت كابتن احمد مثلت مصر في كل البطولات، يعني اولمبيات، كاس عالم شباب، كاس عالم. مش عايز انسى حاجه لان بصراحه تاريخ مشرف جدا يا كابتن احمد. الاختيارات بالنسبه للفريق لمنتخب مصر، عندنا بعض العناصر، انا بخص النادي الاهلي، السؤال ده يمكن سالته لكل اللعيبه في النادي الاهلي، بعض اللعيبه لو كانت متواجده في المنتخب كان بص ممكن. انا مش هتكلم على اختيارات خالص ولا هتكلم على منتخب، انا منتخبنا لا يعني في الاخر هو عدم توفيق ان احنا ما نوصلش او وفقنا ان احنا كنا وصلنا، لكن انا مش هتكلم على المدرب اختار ولا ما اختارش، في الاخر هو المدرب ولازم نحترمه وجهة نظره، هو يختار اللعيبه ديت ووجهة نظره الاصلح اللي هو كان يروح، خلاص في الاخر دي وجهة نظره، يعني ايا كان مين اللي راح مين اللي ما راحش مش عايز اخوض في التجارب دي كلها، لكن في الاخر يعني ده رايه ده. طب كريم والنبي سال لي احمد كده مين افضل باك رايت هو شايفه، الخطه اللي عايزها، فخلاص يعني مش هنعيد ونزيد في موضوع منتهي عشان عندنا في مصر يكبروا الموضوع او يقللوا الموضوع، لا هو لازم يبقى فيه وسط شويه في التعامل نفسه، يعني خلاص يعني ما ربنا ما كرمناش اللي احنا ما نوصلش نهائي على ارضنا، لكن هو توفيق، احنا في الجابون وصلنا مع مستر كوبر وصلنا النهائي وكان كل الناس ورانا وهكذا، ربنا وفقنا وصلنا كاس بالزبط. عالم ربنا ما وفقناش في كاس عالم وحصل اخفاق في 3 ماتشات، لكن في الاخر انت عملت اللي عليك، يعني انت عملت 8 ماتش رجوي كويس جدا في كاس عالم، لكن في اخر في الدقيقه 88 دخل فيه جون وهكذا، روسيا حصل خطا مني وبعد كده جونين في دقيقتين، يعني دايما الناس بتبص بمنظور الكبير، لا الناس ما عملتش اللي عليها، لا هو اكيد الناس كلها عملت اللي عليها، التوفيق وعدم التوفيق طبعا كتبه. بس ممكن كان يبقى في مثلا اصرار اكتر، ممكن يكون في دوافع اكتر، ممكن يكون في حاجات اكتر مقص، يعني ولا هنلوم اللعيبه ولا هنلوم كذا، لا ما بحبش اللوم بعد الخساره دايما، يعني في الاخر زي ما انا قلت لك عشان تاخد بطوله زي دي الحمد لله بفضل الله يعني توفيق من عند ربنا، انا خدت 3 بطولات زي ديت قبل كده مع المنتخب الاول، وخدت بطوله مع منتخب الشباب مع الكابتن حسن برضو، كلهم مع الكابتن حسن شحاته طبعا. الكابتن حسن مختلف، الكابتن حسن كابتن حسن من اتمنى يكون موجود مدير فني يا احمد، بيلعب تحس انت مرتاح، انا بحس زي كمان بالماضي كده، انت سيب لك تتمنى يكون موجود مدير فني الفتره اللي جايه. انا من وجهه نظري يعني لو رشحوه طبعا هو اول واحد، مع احترامي يعني، اصل قبل كده الناس يقول لك كابتن حسن يعني لعب 3 بطولات وما و 3 بطولات و لكن هو مثلا يعني ما مش مدرب، ما ينفعش يبقى مدرب، يعني وصلك 3 نهائيات وخدت 3 نهائيات، وانا الحمد لله بفضل الله وانا معايا مع منتخب الشباب واخد بطوله افريقيا، وبعد كده ولعبك قارات عملت من احسن الماتشات اللي عملتها، ما فيش توفيق في ماتش امريكا وما صعدتش، وصلك مع الجزائر ماتش فايز عشان تفوز كاس عالم، في الاخر مدرب تقييمه وحش، يبقى ده في خلل، في خلل في الناس اللي بتقيم، في خلل كل واحد وجهه نظره، لكن لا يعني الراجل من الناس المحترمين، الناس المدربين الكويسين، مدرب بتتعامل معاه باريحيه، ما فيش تنشله، ما يضايقكش، بيخليك تعمل اللي عليه، حببك في المكان، حببك تروح المنتخب، هي دي ميزته الصراحه، يعني من المدربين الهايلين الصراحه. كابتن اسلام بيقول لك مين افضل باك رايت شفته؟ في البطوله؟ لا عامة لا في البطولة عامة جامد قوي. فين في مصر يعني عامة ايه؟ في البطولة. طب في البطولة؟ في البطولة الباك رايت بتاع الجزائر اللي هو اتصاب، ده لعيب كويس قوي جدا. و كشري ده هو احسنهم صراحة، يعني احسن واحد اتفرجت عليه، يعني في كذا واحد كتير، يعني الباك رايت بتاع كوت ديفوار مش وحش برضه، باك رايت نيجيريا كويس، لا يعني في كذا لعيب كويسين يعني.